لو الحكاية فيها إن فيديو. أستاذ محمد، ليه حرصت على إنك تدلي بصوتك؟ عشان البلد تستقر والجو يحلو كده ومصر تبقى كويسة إن شاء الله. أنا شايفة إن حضرتك حتى ذوي إعاقة، وبرغم من كده حرصت على إنك تدلي بصوتك. الحمد لله، يعني لازم ندي مصر وكل إن شاء الله. تطلب إيه من الرئيس اللي جاي؟ أطلب الرئيس الأمن وخلاص، الأمن مصر وبس. حضرتك طالبة إيه من الرئيس اللي جاي؟ عايزة نعيش في أمان والناس تبقى مستورة كويس. جيت تحط صوتك النهارده ليه؟ عشان ابقى اعيش كويسه واعيش مبسوطه وعيالي تعيش كويس.